بس هلا احنا بدنا نعرف كيف نحمل صورة، هاي الصورة مشان الواجبات لنرسلها على المنصة لمعلماتنا او اساتذتنا. اول اشي احنا انا اخذت صورة من الكتاب، صورة عادية هيها هفرجيكم اياها، هاي صورتها من الكتاب وحكيت انه بدي احاول انه طبعا انتم ممكن دفتركم حالكم الى اخره، ولكن انا افترضت انه صورة من الكتاب. هلا طبعا هيها موجودة عندي مشان تشوفوا، هي موجودة عندي بالمعرض تمام. هاي راح افتح المعرض قدامكم وراح نفتح الصورة، وهي كمان مرة. هلا كيف بدي اعرف انه هاي الصورة حجمها هي حجمها 2 ميجا ولا حجمها اكثر من 2 ميجا؟ راح انقر عليها تمام، راح تظل لي باللون هاي شايفين صح وازرق. راح اروح على الثلاث نقاط اللي على اليسار، راح انقر عليهم، اروح على كلمه التفاصيل، شو راح يطلع لي؟ راح يطلع لي انه حجمها قديش، هيها حجمها 4.22 ميجا بت. طب انا مسموح لي بالمنصه اقل من 2 ميجا، شو اعمل؟ طيب راح اعلمكم الطريقه الصحيحه. اول اشي راح في عندي شغله راح اعملها، في عندي انا منزله تطبيق اسمه تطبيق فيديو اديتر. فيديو اديتر هذا، هيدا افتح لكم اياه، هذا هو فيديو اديتر، هذا يعني بقص لي وبيعمل لي كثير اشياء. طبعا في عندنا اكثر من شغله لهذا، في عندي هاي مقاطع فيديو، في عندي صوره، في عندي كولاج، في عندي تاثيرات فيديو، شايفين من فوق اللي بالزهر واللي بالاخضر وبالازرق. راح اروح على صوره. طيب هلا انا بدي صورة الكتاب اللي انا صورته مشان بدي ابعته مفردا للمس، راح انقر عليه تمام. اجاني هون شايفينه تمام، راح احكي له اقتصاص. شوف وين تحت في عندك نص وملصق واقتصاص وخلفيه، راح انقر على اقتصاص. هاي نقرت على اقتصاص. طب شو اللي بدي اقصه منها؟ مثلا بدي اخذ لها اول 5 اسئله او اول 4 اسئله على حسب الحجم اللي هو معطيني اياه، اللي هو طيب هلا اللي هو نوع فارم، بس انا بدي اياه واحد لواحد. انا شو بدي اياه واحد لواحد، يعني في عندي هون 4 ل 5، 16 ل 9 19، بس انا بدي اياه واحد لواحد يكون كبير على اساس انه يوصل على حل السؤال الاول والثاني والثالث، مش مشكلة الخامس برسلها اياه مرة ثانية. احنا بحق لنا نرسل الحل 4 مرات، فممكن ارسل اول 3 اسئلة بعدين ارجع ارسل كمان مرة السؤال الرابع خامس سادس، ممكن ارسل اول صفحة بعدين ارجع ارسل كمان صفحة ثانية، فممكن ارسل اكثر. يعني بحق لهم ترسلوا كطلاب 4 مرات لنفس الدرس، يعني نفس الواجب. فأنا بدي أرسل أول 4 أسئلة، راح أحط واحد. طبعا أنا حطيت من تحت، شايفينها تحت، بتحطي واحد لواحد، هاي واحد نقطتين واحد، راح أعملها صح. هلا هون هيها شايفينها، أنا بحركها، هي مقتصة، شايفين قد إيه صارت حجمها اختصاص. طيب أسحبها لتحت، أنزلها تحت بديش إياها، شايفين كيف السؤال الأول والثاني والثالث، هي مقتصة وخالصة، بس أنا نزلت اللي تحت على أساس ما تطلع لي مرة ثانية. راح أروح أعمل صح تعديل للصورة، هي عملت صح. هسا شو بحكي لي؟ بحكي لي شيريها أو أرسليها لحدا، فأنا برسل لحدا أكون بعرفه، فممكن أنا بدي أرسل لحدا أهلي أو حدا مشان ما تضيع الصورة، فبرسل على طريق الواتساب لأي حدا مثلا بدي إياه. مثلا هون ارسلتها لحدا على اساس انه ما تضيع، عايدة اعملها ارسال تمام. تمام هاي كنت مرسلها اصلا من قبل بدناش اياها، احنا الثالثة الثانية. هلا راح ارجع الاقيها وين؟ بالمعرض صح؟ راح ارجع هيها، راح ارجع الاقيها بالمعرض. طيب كيف اميز بين الاولى والثانية؟ زي ما قلنا بنقر عليها، بروح بفتح على المزيد، بيعطيني التفاصيل. التفاصيل قد ايه؟ 4 ميجا، شايفين 4 ميجا وبوينت 22 ميجا، هاي القديمة. راح ارجع على الجديدة بعد ما قصيتها قد صارت، راح انقر عليها مطول فبصير باللون الازرق، راح اروح على النقطتين، راح اروح كمان تفاصيل. هسا شوف كيف قد صار الحجم، 1.76 ميجا بت. اذا انا قصصها من 4 ميجا لصارت 1.76، هاي شغلة تمام. اذا اتأكدت انه هاي الصورة بتزبط انه تنرفع على المنصة، راح اروح على جوجل. على المنصة وراح اروح على تسجيل دخول طلبة، ادخل رقم الوطني وتاريخ الميلاد وبرجع لكم. شوف يا مس، بعد ما انا فتت على الموقع على الدروس، طبعا احنا بنعرف كيف صار، يعني انا نزلت قبل شوي انه كيف تفتح على الفيديوهات والى اخره، ولكن هسه انا بدي احمل الواجب، راح اروح على اختباراتي واجباتي اليومية. شايفين كيف عماله بطلع من المنصة؟
برجع كمان مرة بدخل الرقم الوطني، يعني رح لأنه في كتير ضغط عليها، فبدي أرجع. الله بيعيننا، بدنا نرجع عند الله ندخل، شو بدنا نعمل؟ رجعت كمان مرة دخلت الرقم الوطني ودخلته وفتح لي إياها، بدي أروح على واجباتي. تمام، هلا لما رحت على واجبات، طبعا أنا لأنه مست المالية أو المهني، فأنا بدي أستخدم المالية أو المهني. تمام، رح أضلني نازلة تحت، هاي الثقافة المالية، بس أنا استخدمتها قبل شوي تأخذ المهني. طيب هلا هون شو بحكي لي؟ انا بدي احل اسئله التربيه المهنيه، راح اروح اضيف ملف. شو اضيف الملف؟ الملف اللي انا حملته، اللي انا قصيته. تمام، راح اعمل اضافه ملف وأفرجيكم كيف انه راح يحمل. هذا الملف اللي انا هاي شايفينه، هذا الملف اللي انا حملته، قد ايه حجمه؟ 1.67، شايفينه؟ هاي 1.76، عفوا 76. تمام، هاي كمان مرة، قد ايه حجمه؟ هاي 1.67. في عندي الملف الثاني هيو اللي تحت، هذا حجمه قد ايه؟ 4.22، نفس الصورة. ها 4.22، هذا ما بدي اياه، ما رح يحمل، رح اخذ اللي هو 1.76 واعمل تم. طيب رح اكتب للمس انه تم ارسال الحل في المرفقات. تمام، رح اعمل ارسال. شو كاتبين لي؟ بإمكانك إرسال الحل 4 مرات، يعني أنا بحق لي أرسل 4 مرات. يعني ممكن أرسل أول مرة بعض أسئلة، مثلا أحل 4 أو 5 أسئلة، بعدين أرجع أرسلها الحل للسؤال 5 و6 و7، بعدين أرجع أرسلها الحل للسؤال